وداك الشيء علاش عيطنا لكم. انا بعدا نفسانيا هو راه ولا مريض هو راه ولا في شكل تيقول لك انا ما عندي لا دوله لا دار لا الورقه الثانيه ديال كازا ايه تعطي فيها بس سنين وخدام. يلا فين هي الدولة؟ وخدام ارد وخدام تتبيع الكارو. مشاهدي قناة شوف تي في كما كتشوفوا يعني هاد السيد اللي كما قلنا تصاب بكسر تهرس ولكن العملية ما نجحتش. الرجل ديالو بقات عوجة كما كتشوفوا دار العملية ما نجحتش. خاصو عملية أخرى ولكن ما عندوش إمكانيات باش يدير العملية. خاص الناس يساعدوه يدخلوا معاه ويعاونوه. فغنحاولوا يعني نستمعوا ليه كما قلنا من جديد يحكي لنا الظروف ديالو القاسية الصعبة اللي كيعيشها مسكين بلا ما تدوي له على طلاق لا والو. المشكلة دابا أنا ما كنت واحد ما عايش وحدي ماشي نقولك عايش وسط العائلة ولا شي حاجة وحداني مقطع من الشجرة من الأخر مقطع من الشجرة ما كاين لا حبيب لا كريم. انا كنت القهوة كندير بوكية ديال الكارو ناكل منهم نخلص منهم الكرا نخلص من كل شيء ونلقى الخير في الناس برانية ما لقيتش في الخير في عائلتي. هذا هو المشكل اللي عندي انا. ودابا انا ما عارفش اش نقول لكم وما بقيت عارف اش نقول وشكرا لكم. انت كتعيش محنه هذا السيد صديق ديالك السيد اللي مسكين كما قال لنا كيحاول مسكين يقدم يد المساعده وما كراش يعطيك حتى الوثائق ديالو ديال العمل ديالو باش دير العمليه الجراحيه ديالك تعود من جديد. يعني كيف تلقى بحال هاد الناس واللي كيما شناهو في جنبك هاد السيد تياكل وتشرب معانا كيما شفتو الصديق ديالو مسكين ما قدرش كاع يتكلم الوضع ديالو ما قدرش يتكلم عليه فهو كيبكي يعني الدموع ديالو غلبوه كما قال او كيعيش غير معاهم. هو مسكين كيوجه النداء يعني لكل من يقدر يعاونه ويدخل ويساعده لان كما كنشوفوا الرشيله ديالو نحيدوا ليه الموتور وناخذوا ليه تاكسي باش ما توقعش ليه شي حاجه. باغي حتى حاجه انا باغي رجلي انا ما كنطلب لا فلوس لا والو باغي رجلي رجعت لي رجلي عندي الحياه ما رجعش عندي رجلي ما عنديش الحياه كيعيش كما عيش. الدموع ديالو سابقة مسكين هذه هي الحالة ديالو فكنتمنوا من الله إنسان يدخلوا الناس ويعاونوه ويجيب الله الشفاء. ف إن شاء الله نتمناو يدخلوا الجمعيات ويدخلوا الناس المحسنين ويعاونوه ويساعدوه باش يدير العملية ديالو. في انتظار ذلك أستودعكم بالله وإلى اللقاء.